وأما الموقف الآخر من مواقف هذه الدار فهو الاجتياز على الصراط، المرور على الصراط، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من شدته وهوله ما يجعل العبد موجباً داعياً لنفسه أن يعد العدة للقاء ربه فيه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يضرب الصراط على متن جهنم، يضرب الصراط على متن جهنم، وينادى العباد أن مروا عليه، وكل يمر بقدر عمله. فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقول النار: جزيا مؤمن، جزيا مؤمن، فقد كاد نورك أن يطفئ لهبي. نور الطاعات، نور القربات، نور الصلاة، نور ما تحبب به إلى الله تبارك وتعالى في ليله ونهاره. إنها الطاعات التي بقيت بعد الممات شفيعا وموجبة لنجاة العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. وأما الموقف الآخر من مواقف المؤمن إذا جاوز الصراط، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن في هم وغم وكرب حتى يخلف جسر جهنم وراء ظهره. هذا الجسر الذي ورد أن العبد يجوزه حتى يصيب منتصفه فتخطفه كلاليب النار والعياذ بالله، إما ذنب أصابه أو حد انتهكه فأذن الله عز وجل أن يطهر بالنار بذلك الذنب، إما نفاق في قلبه أو رياء في عمله أو نفس أراق دمها أو حرمة انتهكها أو زنية أصابها أو كأس خمر شربها، يكلب بالنار على قدر تلك الإساءة ويكبكب فيها والعياذ بالله على قدر ما أصاب من حدود الله. دعوى الأنبياء في تلك الساعة الرهيبة: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، أرق من الشعرة وأحد من السيف يمره المؤمن كالبرق الخاطف من تلك الطاعات التي تحبب بها إلى الله تبارك وتعالى. إن من عمر الليالي، إن من عمر الساعات واللحظات بذكر الله تبارك وتعالى عمرها بمحبة الرحمن واشتغل بذكر الديان وأصبح يراقب الله في حركاته وسكناته، كل ذلك شفيع له من تلك الأهوال ونجاة له من ذلك الفزع. لن يخيب عند الله سعيه ولن يضيع عند الله عمله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كيف يضيع الله من كفل الأيتام وقام على الأرامل ورعى ضعفة المسلمين؟ كيف يضيع الله من فرج الكربات؟ كيف يضيع الله لعبد فرج الكربات وتنافس في المرضات وتسابق إلى الطاعات؟ كيف يضيع عند الله سعيه أم كيف يضيع عند الله عمله؟ لذلك إخواني، تجارة رابحة مع الله نعدها للقاء الله،